ثم لازم 109 صوت باش يصوتوا على اللائحة هذيا باش يتمسح بالثقة من رئيس البرلمان وتعويضه آنذاك. أما قبل هيت نرجعوا على الحادثة اللي خلت ممكن الكاس يفيض، وهي وقت اللي تم إدخال وإدخال بقوة من طرف سيف الدين مخلوف لقيادي بحزب الكرامة، واللي هو في شيد SD7 يعني على قائمة SD7 الأمنية. الأمن الرئاسي رفض، تعسفوا على الأمن الرئاسي، تقووا عليه وتخلى الشخص هذا مع العملية اللي صارت، ومع أنه SD7 يدخل مجلس النواب. احنا مجلس النواب عنده حرمة، وفيه نظام وفيه رئيس وفيه أمن وفيه قانون، ما نسمح لحتى حد داخل المجلس باش يتصرف تصرفات لا تحترم رئيس المجلس ولا النظام الداخلي ولا استقرار المجلس. اللي يحبوا يدينوا انتم سمحتوا بدخوله، اللي يحبوا يدينوا لا احنا ماناش نسيروا في السيد الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس البرلمان هو اللي سير النظام الداخلي. التفاصيل هذه انا قلت لك ردي الواضح، ردي الواضح انه ثم اطراف موجوده داخل البرلمان لتعطيل البرلمان ومعروفه وماهيش النهضه، هي موقف اجرائي قانوني ما هوش ماهيش النهضه. مع دخول الاس دي سي للمجلس وبالطريقه هذيك والاعتداء على الامن الرئاسي. ثانيا الناس اللي حب تدخلنا في المتاهات هذه ونقول لهم احنا خرجنا منها بالقانون يا سي عبد الكريم مع الدخول، ثم رئيس برلمان وثم مكتب برلمان وثم نظام داخلي وثم قانون وثم امن، الناس كل لازم تحترم هذايا وتحترم قوانين البلاد به. اللي يحب يدخلنا في عركات داخل البرلمان هذا يحب يعطل البرلمان ويعطل البلاد، مش قضيه النهضه ان ندخلوا فيها دخول الاس دي سات للبرلمان ولا معاه الاس دي سات. هذه مشكله يلزم حلانها على مستوى البلاد على مستوى القانون، سامحني، وثم اجراءات في التعامل مع الاس دي سات. اما مش هذا موضوعنا، مش هذه قضيتنا. انا نقول لك في البرلمان ثم ناس قاعدين دورهم انو يفتعلون معارك ومشاكل باش يقولوا البرلمان هذايا ماهوش ناجح ورئيس البرلمان لازم يتغير ويلزم نمشيو انتخابات. هذوما حاولوا برشا محاولات فشلوا، وفي المحاولات الجايه راهم باش يفشلوا. ما جاوبتنيش استاذ المستمعين، يعرفوا شنو هو اللي قاعد يتقال، شنو اللي قاعد يتجاوب. لكن قبل يحب الله النهضه في المعارك الهامشيه هذه مش باش ينجح. تونس في المحك اكثر من النهضه يا سعد الكريم. هات نعطيكم تصريح كما نقولوا جديد لرئيس الجمهوريه في لقائه بالفخفاخ والطبوبي، نسمعوا.